السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم بغيت نتشارك معكم واحد الحلوى تقليدية ديال الأمهات ديالنا، وهي حلوة البهلة. مقادير بسيطة وسهلة. إذن بسم الله نبدأ بالمكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات ديال هاد الحلوى، غادي نحتاج لها 500 غرام من الدقيق الأبيض، يعني نص كيلو ديال الطحين الفرس، قبصة ملح، 150 مليلتر من الزيت النباتية، 100 غرام ديال السكر غلاسي ولا سكر صقيل، والحلاوة كتبقى على حسب الذوق، 100 مليلتر من الزبدة المذابة. عندي تقريبا 11 غرام من خميرة الحلويات او بيكنج باودر، وعندي نص ملعقة صغيرة من القرفة. واللي ما كيبغيش النكهة ديال القرفة يمكن له يستغنى عليها ويعوضها بسكر فانيلا، ولكن الاصلية هي كتخدم بالقرفة. عندي 60 غرام ديال الزنجلان، يعني السمسم اللي حمرته واحد شوية في المقلاة من قبل، هذا هو السمسم. وعندي 60 غرام ديال اللوز اللي حمرته بقشوره وهرمشته واحد شوية، هذا كيبقى اختياري. وإذا ماشي متوفر اللوز يمكن لك تستغنى عليه. دابا نبداو طريقة التحضير. أول حاجة غادي نعملو سكر، سكر صقيل، نضيفو عليه الزيت، ونضيفو الزبدة، ودابا غادي نمزج هاد المكونات. بسم الله. غادي نضيف الزنجلان واللوز، يعني اذا بغيتو تستغنيو على اللوز ما متوفرش يعني عندكم في البيت، يمكن لكم تستغنيو عليه تستعملوا غير الزنجلان. نضيف القرفه، نبتدي نحرك واحد شويه، نعمل قبصه ملح بعدا هي الاولى. دابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه ونجمع الخليط. هنا كنبقى مستمره باضافه الطحين او الدقيق شويه بشويه حتى نجمع العجين ديالي، يعني ما تضيفوش دقيق دفعه واحده، لان كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. انا هاد الدقيق 500 غرام كيجيني نيشان مع هاد المكونات اللي عندي. غنبقى مستمره بهذه الطريقه، كل مره نزيد الدقيق ونجمع الخليط، وغادي نضيف ديك الخميره اللي كانت عندي مازال ما ضفتهاش، هي هادي، غنضيفها ونزيد دقيق حتى نجمع الخليط وتكون لي واحد العجينه تكون متماسكه. وغادي ندلكها غير واحد شويه، غير شي جوج دقائق ولا خمسة دقائق بجوج اليدين، ما كتحتاجش لا حكاكه لا اننا نبيتوها في حالي كانوا كيعملوا الامهات ديالنا زمان. صافي ونبدا نشكل فيها. من بعد ما جمعت العجين كيجي لي بهذا الشكل، ما كيجي لا رطب لا قاسح، يعني العجينه تكون متماسكه. دابا غادي ناخذ، غادي بقى نعمل منها كويرات. انا غادي نعمل كويرات كبارين،
يعني يكونوا فيهم تقريبا شي 30 غرام هكاك واقيلا تقريبا. نحاول نكورها ونبسطها واحد شويه بهذا الشكل، وغادي نحطها مباشره في الصينيه. وبالنسبه للاخوات اللي عندهم داك الصينيه الخاصه ديال الحلوه البهله تكون حسن، انا ما عندي شي، وان شاء الله منين نهبط المغرب غادي نجيبها معايا ان شاء الله يا ربي. بهذا الشكل هادي، يعني انا بغيتها حلوه تجيني كبيره شويه. ضغطوا عليها واحد شويه، انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي هذه الكميه اللي عندي ديال هذه الحلوه. كما قلت لكم يعني كيف ما كتشوفوا كيجي داك الزنجلان واللوز باين فيه من داخل. كما يمكن لكم تستغنيو على اللوز، يعني كل واحد يمشي على حسب الامكانيات ديالهم. يمكن لكم تستعملوا غير الزنجلان اولا الكاوكاو، كل واحد كيمشي على قدر المستطاع ديالو. انا متوفر عندي اللوز على داكشي، درت فيه اللوز حنايا. كان الحمد لله ديما كنبغيو نبسطوا الامور، ما كنبغوش الحاجه واذا ما كانتش صافي ما نعملوهاش، لا يعني نحاولوا نبسطوا الامور قدر الامكان. انا نستمر بهذا الشكل حتى نسالي هذه الكميه اللي عندي ديال هذا العجين. سنتلقى بكم ان شاء الله. تقدروا تعوضوا الصينيه ديال حلوه البهله هذيك اللي خرجت مؤخرا في الاسواق بالصينيه او الطاوه ديال لي مادلين صغيره او لا كاب كيك، تقلبوها على وجهها وتتفوا الحلوه على الظهر ديالها، يعني كيبقى كبديل. انا جربتها واحد المره ولكن ما عجبتنيش، خفت لا تضيع لي يعني الصينيه بالزبده والزيت اللي كتكون في الحلوه فاستغنيت عليها. دابا من بعد ما ساليت العجين ديالي كامل كيف ما كتشوفوا خرج لينا تقريبا جوج سواني، انا عملتهم متباعدين لان كتعرفوهم كيتشقوا كيتنفخوا. دابا بالنسبه للطياب ديال هاد الحلوه، بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الضو غادي يسخنوه على درجه حراره 200 درجه، يعني غير الجهه الفوقيه. ملي غادي يسخن على درجه حراره 200 درجه غادي نقصوا الحراره على 170 درجه وغندخلوا الحلوه في الوسط ونخليوها حتى تشقق وتحمر واحد شويه، غير واحد شويه نرقبوها مزيان. من بعد نشعلوا النار على الجهه التحتيه ديالها او الجهه السفليه ونهبطوها باش تكمل الطياب ديالها من التحت. هذه بالنسبه للناس اللي عندهم فران الضو. وبالنسبه للفران اللي عندهم الفران ديال البوطه، فحالي انا اليوم غنطيبها في الفران ديال البوطه. غادي نسخن الفران مزيان، من بعد غادي نقص النار على نار متوسطه وغندخل الحلوه ونعملها على الجهه التحتيه يعني الجهه السفليه حتى تشقق وتحمر واحد شويه، غير شويه يعني غادي نبقى واقفه حدا الفران ونراقبها. ملي غادي تشقق وتحمر ساعه نطلعها على الجهه الفوقيه يعني العلويه ونخليها حتى تكمل الطياب ديالها من التحت. هذه بالنسبه للطياب ديال هاد الحلوه، ونراقبوها مزيان. وملي خرجوها من الفران ما نقيسوهاش، يعني ما نحاديوهاش ما نقيسوهاش، نخليوها حتى تبرد مزيان وعاد نقدروا يعني نحيدوها من الصينيه ونستفوها في واحد الطبق او لا في واحد التبصيل. وبالصحه والراحه. هذه هي حلوه البهله، من بعد ما خرجتها من الفران خليتها حتى بردت مزيان، ما تقيسوهاش باش ما تفرتتش، كتجي هشيشه لذيذه ومشقه وكتخرج يعني نص كيلو من الدقيق، يعني كتخرج واحد كميه لا باس بها. كما قلت لكم يعني تقدروا تستغنيوا على اللوز، يعني اللوز كيبقى اختياري، هي الاصليه يعني كنخدموها غير بالزنجلان. ودابا ان شاء الله غادي نفتح معكم واحده باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. كيف ما كتشوفوا كتجي مشقه
وضروري ترقبوها في الطياب ديالها باش ما تفوتش فيها يعني الطياب. دابا غنفتح معكم واحده باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. بسم الله كتجي كتفرتت ومن الداخل كتجي هشيشه. كنتمنى الوصفه اللي عملت معكم اليوم تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم وتعملوها في ديوركم ان شاء الله. ما تنساونيش ملي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم اللي كيزيدوا يشجعوني وكيحمسوني باش نزيد نعطي اكثر واكثر. واللي اول مره كتدخل القناه ديالي كنقول لها مرحبا والف مرحبا في القناه. ما تنساش اشتراك فيها ومع تفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. كنتمنى يعجبكم الفيديو وفي امان الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.